أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا كما يظهر أسفل الشاشة وباجتماع اللجنة الوطنية للأهل والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام بالعاصمة لترقب هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، فإنه قد ثبت هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبالتالي فإن أول يوم من أيام الشهر الفضيل ستكون غدا الاثنين بإذن الله. كل عام ونحن بألف خير. إذا حول هذا نربط الاتصال بالزميل مهدي مخلوفي مباشرة من دار الإمام. مهدي أهلا بك. إذا تم الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، هكذا مهدي تفضل. نعم مريم، لجنة الأهل على كل حال ما زالت مجتمعة إلى الآن، لكن مصدر أكد لي بأنه رسميا أول أيام رمضان سيكون غدا الاثنين بحول الله الموافق للسادس مايو 2019. سعيد بأن أكون أول المهنئين، أهنئك أنت فارس وكل الزملاء بأول أيام رمضان. لجنة الأهل ما زالت مجتمعة، البيان الختامي صدر في انتظار أن تقرأه لجنة الأهل في التلفزيون العمومي. هناك تحفظ كبير، ليس مثل أعوام الفارطة نسنا ندري لماذا، يعني هناك تأخر كبير في للإعلان عن أول أيام رمضان، لكن مصادر خاصة أكدت لي هنا بأن البيان الختامي يؤكد بأن أول أيام رمضان سيكون غدا بحول الله الاثنين السادس ماي 2019. مريم جزيلا لك أيضا زميلي مهدي مخلوفي، أهنئك أيضا، كل عام وأنت بألف خير. ربما يريدون السسبنس مهدي. شكرا جزيلا لك. كنت معنا إذن على المباشر من دار الإمام. إذن مشاهدينا غدا الاثنين سيكون بإذن الله أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، نتمناه شهر خير على الجزائر وعلى الأمة الإسلامية والعربية جمعاء. كل عام وأنت بخير. كل عام فارس. وأنت بخير. شكرا أيضا مريم، ورمضان كريم لكل الجزائريين. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى